بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي تتعلم طبعا بامتحان اللغة العربية القسم السادس، الأسئلة التي توضع في امتحان وفق المنهجية الجديدة. إذا عندنا الأولى مثلا كتحطنا خريطة الكلمة، خريطة الكلمة، فهنا كيطلبوا منا هذه الكلمة، كيطلبوا منا يعني نوع الكلمة، مثلا الكلمة معينة، شي كلمة مثلا نوعها، هنا كيقصدوا بها نوعها واش اسم أو فعل. نعم، نوعها اسم أو فعل. ثم هنا تيطلبوا منا مرادفها، مرادفها نعم الشرح ديالها. وهنا ثاني كيطلبوا منا ضدها، وهنا كيطلبوا منا تركيبها في جملة، تركيبها طبعا في جملة. إذا كتسمى هذه استراتيجيات طبعا المفردات. إذا الكلمة كنحدد النوع ديالها وكيطلب منا مرادفها ثم ضدها ثم تركيبها في جملة. فنعم، على سبيل المثال مثلا تعطيونا أحد الامتحانات كان عندنا، عطونا أعطي طبعا السؤال كان أتمم من خريطة الكلمة تقدم، تقدم، تقدم. نعم، إذا هنا نوعها طبعا تقدم اسم، أو في طبعا التنوين ولا يدل على شي حدث أو زمان. نعم، ثم هنا مرادفها، إذا هنا ضروري نكون عارفين تقدم ازدهار، هذا امتحان ازدهار طبعا نمو. وكيعطيونا ثاني كذلك هنا في هذه خارج الكلمة ضدها، فضد تقدم طبعا تأخر، عندي غير كلمة واحدة، أو تخلف، تخلف نعم. ثم تركيبها في جملة، وسائل الاتصال، وسائل مثلا الاتصال، تعرف تقدما ملحوظا نعم. هذه طبعا كنوجدوها مثلا في هذا الامتحان ديال العام اللي فات، طبعا كان في بليمسي في الدار البيضاء، عطاهم خريطة الكلمة، خريطة الكلمة، فطبعا عطاهم كلمة تقدم. غنمشيو نشوفوا مثال اخر، فعطاونا مثلا في اقليم اسفي عطاونا كلمة نشأ، نعم عطاونا نشأ، نشأ، طلبوا منا نوعها، اذا فهذا فعل ياك، نشأ ينشأ. ثم طبعا مرادفها ازداد، ترعرع، ترعرع. طبعا المهم خصنا نعرفوا خريطة الكلمة. ضدها انشأ، طبعا ضدها انتهى، تم. وثم كنطلبوا منا تركيبها في جملة، نشأ الطفل المسلم طبعا في بيئة، في بيئة آمنة، في بيئة آمنة. إذا خارطة الكلمة كتعلق لنا بنوع الكلمة، مرادفها، ضدها، ثم تركيبها في جملة. سنبحث عن طبعا كلمة مثلا أعطونا في أحد الامتحانات عين الشق، طبعا أعطونا الباصقات، الأشجار الباصقات، الباصقات. حنديرو بعض الأمثلة وننتقلوا طبعا إلى استراتيجية أخرى. فالباصقات عندها ألف واللام، طبعا فهذا اسم، نوعه اسم. طبعا مرادف الباصقات الأشجار الباصقة، أي العالية المرتفعة، نعم الباصقة العالية المرتفعة الرفيعة. هادو المهم ماشي حنا كنا جميع المرادفات غير وحدة منهم، الشامخات، الشامخات نعم. ثم فطبعا ضدها المنخفضات، المنخفضات نعم. طبعا ثم نقولوا الباسقة يعني الواطي، مهم المنخفضات ناخدوها البسيطة. فطبعا بنى البناء مباني، مباني، مباني باسقات، مباني باسقات. طبعا
يوجد جملة أخرى في الغابة أشجار باسقات. باسقات. إذا حنا اللي كيهمنا هو تعرفنا على أن خارج الكلمة كتحط لنا في الامتحان، وهي كتقول لنا أن تحديد نوع الكلمة مرادفها ضدها، ثم تركيب الجملة. ها هي خصنا نحقق على هذا الشيء، أن خارج الكلمة طلبوا منا يعني نوعها واش اسم رفيع أو حرف، مرادفها ضدها تركيبها في جملة. ننتقل دابا لاستراتيجية أخرى. نعم، نقلبوا الورقة. فعندنا مثلا عندنا عائلة الكلمة، نعم، أو أعتذر هنا عائلة الكلمة. نعم، عندنا استراتيجية أخرى سميتها عائلة الكلمة. فمن تعطيكم مثلا كلمة، ها هي عائلة الكلمة، مثلا تعطيونا كلمة مثلا، نديرو مثال رحيمة. رحيمة، فهذا فعل طبعا مصرف في الماضي، نخرجو منه ديال المضارع، هذه عائلة الكلمة يرحم. ها، ثم نخرجو منها مثلا رحمة، رحمة مصدر، رحمة، رحمة، ثم نخرج منها اسم فاعل رحيم، شو هذا حد هنا رحيم، هذا رحيم، ثم نخرج منها اسم مفعول مرحوم، مرحوم، ونخرج منها كذلك فعل مبني في الأمر ارحم، ارحم. إذا هذه عائلة الكلمة. من الكلمة نستخرج طبعا منها من الأحسن اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، ولك عندنا في الماضي نحوله المضارع وحتى إلى الأمر. هذا هي عائلة الكلمة. هذا مثال، وهذا طبعا كان امتحان في بنمسيك. هنشوفوا ديال هاد الأسفي مثلا واش عطاوهم عائلة الكلمة. نعم، عطاوهم عائلة كلمة مستقبل. عائلة كلمة مستقبل، قال لهم عطيونا عائلة كلمة مستقبل. إذا نخرجوا من الفعل هو الأول في الماضي، استقبل، استقبل، يستقبل، نعم، يستقبل. طبعا نخرجوا من المصدر استقبال، استقبل، استقبال، استقبال، ونديروا من نتا الأمر استقبل، ونخرجوا من هنا مستقبل، هنا اسم فاعل، نخرجوا من هنا اسم فاعل مستقبل، 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 ونزيد منها مثلا معك معلومة استقبل تا الأمر استقبل. نعم، إذا هذه شنو كتسمى لنا عائلة الكلمة. عائلة الكلمة تعطونا كلمة تنخرجوا منها الفعل الماضي طبعا الفعل الماضي، ثم المضارع، ثم يستحسن ذاك تا الأمر، ومصدر، واسم فاعل، واسم مفعول. هذا نوعين طبعا. نتقلبوا على كلمة في أحد الامتحانات الآن، أعطيها لكم أحد الكلمة، أحد طبعا الامتحانات هم اغتراب. عائلة كلمة اغتراب، إذا نخرجوا من الفعل اغترب، نعم، اغترب، يغترب، اغترب، يغترب، اغتراب. ثم عندنا نخرجوا من اسم الفاعل، مادام أن هذا غير ثلاثي، نديرو مغترب، مغترب، ومغترب، نعم، مغترب. ثم نخرج من الأمر اغترب، اغترب، ضربوا لنا خمسة اغترب. إذا هذه كتسمى عائلة الكلمة، نحن كناخذهم من نماذج من الامتحانات. الآن الاستراتيجية الموالية هي حسب السياق، شرح الكلمة حسب السياق، نعم، بناء على الجملة. فلناخذ مثال، مثلا عطونا أخذ، نعم، يصرخ فرحا، أخذ يصرخ فرحا. ثم عندنا أخذ اللقمة بيده، أخذ اللقمة بيده، بي، نعم، بيده. ثم عندنا أخذ الصديق برأي صديقه، أخذ، لاحظوا أخذ كل مرة عندها معنى حسب السياق. أخذ الصديق، نعم، برأي صديقه، برأي صديقه، وهنا صديقه. إذا أخذ يصرخ فرحا، نعم، إذا أخذ هنا يصرخ فرحا، فبمعنى بدأ وشرع يصرخ، بدأ أو شرع يصرخ، ديروا معنى ديالها. عندما أقول أخذ اللقمة بيده يعني تناولها، تناول، لاحظوا
اخذ هنا بمعنى بدأ او شرع، هنا اخذ اللقمة بيده تناول، ثم اخذ الصديق برأي صديقه. نعم، اخذ الصديق برأي صديقه بمعنى انه شاوره. نعم، شاور. هذا طبعا نموذج ديال حسب السياق. سأعطيكم نموذج ثاني الآن، شرح طبعا استراتيجية ديال حسب السياق. ها هو امتحان ديال طبعا المديرية الإقليمية ديال بن سليمان، عطاهم قالوا أصلوا بخط يأخذ، عطاهم حلقة هنا، يأخذ حق غيره. نعم، غيره. ثم يأخذ الدواء، يأخذ الدواء. نعم، ثم أعطوهم يأخذ القطار، يأخذ القطار. هذه الكلمة فعل أخذ يعني حسب صيغ، يأخذ استراحة، ثم يأخذ استراحة. هنا الشرح حسب طبعا السياق. هنا أعطوهم ركب أو سافر، ثم هنا أعطوهم يسلب، يسرق، يسلب، يسرق. نعم، ثم أعطونا هنا يتناول، يتناول، ثم أعطونا هنا يرتاح، يرتاح. الصراحة يأخذ حق غيره، يأخذ، لاحظوا معي، يأخذ حق غيره بمعنى يسلبه ويسرقه، بمعنى يسرقه. يأخذ الدواء، المريض يأخذ الدواء يعني يتناوله. إذن هذه هنا وهذه هنا. يأخذ القطار، نعم، أي يسافر، يسافر ويركب القطار. يأخذ استراحة يعني يرتاح، يرتاح. لاحظوا الفعل أخذ تم شرحه حسب طبعا السياق. نعم، ثم الآن هنشوف استراتيجية أخرى اللي هي شبكة المفردات. نعم، شبكة، شبكة المفردات. فمثلا عندما أقول مدرسة، مدرسة يعني شنو هي؟ طبعا الموجود ما يحيط بالمدرسة. عندنا أقسام، هذه شبكة المفردات. إدارة، ساحة، طبعا أقسام، إدارة، ساحة، ملاعب رياضية، ملاعب، طبعا مراحيض وغيرها. يعني هذه طبعا كتسمى شبكة المفردات. إذا خصنا نعرفوا قلنا خارطة الكلمة، عائلة الكلمة، الشرح حسب السياق، ثم أخيرا قلنا شبكة المفردات. حنا نديرو دابا نموذج. نعم، غنشوفو دابا هنا مديرية عين سبعة الحي المحمدي، عطاهم أكتب خارطة كلمة اقترب، عطاهم هنا اقترب. نعم، هنا اقترب، وقالوا لهم أعطيونا المرادف ديالها، ثم من مول المرادف الضد، ثم النوع، وأخيرا تركيبها في جملة. هنا الجملة يعني تركيبها في جملة. إذا اقترب مرادفها، إذا قد نقولوا جاور، جاور، قد نقولوا دنا. لا مو ياخذ معاك كلمة واحدة، اقترب، قد نقولوا جاور، قد نقولوا طبعا دنا. نعم، ثم طلبوا منا الضد ديال اقترب، ابتعد. نعم، ابتعد. نعم، ثم قالك النوع ديالها اقترب، هذا فعل، فعل. جملة، اقترب مثلا، اقترب القطار من المحطة، اقترب القطار من المحطة، اقترب القطار من المحطة. ناخذ مثال آخر، أعطونا اهتم. نعم، اهتم، هذا امتحان آخر، قالوا لنا اهتم وخرجوا منها. نعم، النوع ديال اهتم فهو فعل، مرادف ديال اهتم اعتنى، يب، وقدر يكون اكترث، هذه صرح اكترث، اكترث، أو تنبه، تنبه، الإنسان يكون عنده مصطلحات بزاف، تنبه. فاطنة، نعم، فاطنة، فاطنة. وانتبه، نعم، فهي انتبه، انتبه. الضد ديالها ديال واحد اهتم، اهتم، اهمل. نعم، اهمل.
واستهان بالأمر، استهان، نعم استهان، تلهى، تخلى عنه، اهتم الآخر، تخلى عنه، تخلى، نعم. فنعم نقول جملة فيها اهتم، اهتم الأستاذ بجميع تلامذته، بجميع تلامذته، أو اهتم الجار باليتامى، نعم باليتامى، هذا جيد، هذا جار باليتامى، باليتامى، هذا مثال. نعم الآن غنمشيو مثلا، بدلنا خريطة الكلمة، إذا عندنا هنا قال اكتب عائلة كلمة تثير، تثير، إذا نقولوا أثار، ها خدينا في الماضي، يثير، ديما كنحولوها طبعا الماضي المضارع، يثير، ثم مثير اسم فاعل، مثير، ثم مثار، وآثار يثير إثارة، 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 نعم هذا عائلة الكلمة. ثاني نقطة أساسية نوعية النص، نعم نوعية النص، نعم عندنا سردي، يعني كتكون حكاية تكون فيها أحداث وأمكنة وطبعا زمن معين، ثم يقدر يكون عندنا وصفي، يعني يصف لنا مثلا، يصف لنا الوصف، نعم وصف واضح، ثم يكون توجيهي، نص توجيهي، يعني يقدم لنا النصائح، يقدم لنا التوجيهات، نعم ثم توجيهي، سردي قلنا، وصفي، تفسيري، نعم عندنا نص تفسيري، خصنا نكونوا عارفينه، دابا نديرو أمثلة ديال هذا الشيء، تفسيري، نعم يفسر لنا ظاهرة معينة، يفسر، يفسر ظاهرة معينة، كاين تاني حجاجي، كاين الأدلة والحجج، والحجج، ترقبوا الفقرة الموالية، طبعا تعلقنا بالظواهر التركيبية والصرفية طبعا التي دائما توضع في امتحان السادس، من اسم فاعل، اسم مفعول، اسم آلة، اسم زمان، سنتعرف كيفية صياغتها طبعا من الافعال او من الكلمات، ثم سنقوم بانجاز مجموعه من الامتحانات طبعا الاشهاديه الاقليميه للمملكه طبعا المغربيه، دمتم في رعايه الله.